الغيرة، الغيرة من الموضوعات اللي بتأثر على حياتنا كلها، سواء كانت الغيرة في البيت وبتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا داخل الأسرة أو في العمل وتؤدي إلى مشاكل كبيرة أيضا، وتلاقي ناس بتمشي من الشغل بتاعها بسبب الغيرة. الغيرة كمان في العلاقات ما بين الناس وبعضيها، الفيسبوك والسوشيال ميديا ده اللي عمل فكرة الغيرة. إمتى تبقى الغيرة بشكل إيجابي إن هي بتحفزني إن أنا أبقى كويس في حياتي، وإمتى الغيرة ممكن تبقى بشكل ضار جدا، ممكن تأثر عليا وعلى حياتي؟ أسئلة كتيرة ممكن نسألها في الموضوع ده، لكن اسمحوا لي الأول أرحب بضيفتي اللي بتشرفني، الأستاذة جيهان عبد المسيح نخلة، مدرب تنمية بشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورانا. منور بحضرتك. إيه موضوع الغيرة ده بقى؟ هذا موضوع كبير. إيه هي الغيرة؟ الغيرة طيب؟ انفعال طبيعي بيصدر من الإنسان، يبتدي معاه بدري جدا، يعني بيبان في الطفولة. لكن معاملتنا إحنا مع الغيرة وتقبلنا ليها وإزاي نتعامل معها ونعمل لها حدود، هو ده اللي بيفرق من شخص لشخص ومن مستوى غيرة لمستوى غيرة. يعني ممكن غيرة تبقى عادية ولطيفة ومقبولة، وممكن غيرة تبقى فيها سلوك عدواني وممكن تؤدي لأكتر من العدوانية، للقتل مثلا. طب واحد يقول لك ايه، انا ما بغيرش خالص، لا بغير من زمايلي في الشغل ولا بغير على مراتي في البيت ولا بغير، دي حاجه كويسه يعني يتباهى بيها؟ لا، هي مش حاجه كويسه يتباهى بيها، ولكن هي طبيعي ان ممكن الغيره توصل، يعني لو في غيره ايجابيه زي ما احنا بنقول ممكن توصل لطموح، لابتكار، لمحاوله ان انا اكون احسن، لتطوير للذات. صحيح. فكوني ان انا مش بغير خالص او ما هو انا كده فقدت الهدف. يعني سمعنا لا بغي، بحس ان كلمه مش بغير يعني مش بهتم، عدم اهتمام طبعا، يعني سواء مع واحد مع مراته في البيت او واحد وخطيبته او واحد حتى وعلاقاته في الشغل، لو انا مش مهتم او ان انا اكون افضل او يعني حتى فكره التنافس دي ما تبقاش موجوده. صح، بالظبط كده. هي ممكن توصل لطموح، يعني تبقى طموح ان انت توصل لحاجه احسن، ممكن تخليك كمان في شغلك تبتكر لانك وتبقى متميز. يعني توصل ان انت في اعلى، في احسن، تتقدم، يكون عندك هدف تحققه لانك انت بتغير من حد مثلا محقق اهدافه، فدي تبقى عامل ايجابي جميل جدا في الحياه. اذا في انواع للغيره؟ طبعا الغيره. طب إيه؟ نوعين مهمين جدا. أيه. نوع سلبي ونوع ايجابي. النوع السلبي، احنا النوع السلبي هو اللي بيأثر على الانسان تأثيرات عكسيه في حياته، توصله ممكن توصله الفشل، ممكن توصله لسلوك عدواني، ممكن توصله لو حصل ده في الستات ممكن تخرب بيتها تماما، يعني لو هي بتغير سلبي. لكن في نوع مهم جدا موجود، هو الغيره الايجابيه. الغيره الايجابيه بتتمثل في حاجات كتير جدا بنقابلها في حياتنا. يعني مثلا الانسان اللي بيغير على مصلحه وطنه، ده اسمه حب للوطن او المصلحه العامه، اللي بيهتم بالشوارع، يهتم بانه يكون شخص نظيف، انه يهتم ما يرميش القمامه في اي مكان، ده حب الوطن. الام اللي بتهتم باولادها، ده رعايه واهتمام، بتغير على اولادها، ده رعايه واهتمام. الاصدقاء اللي بتغير على بعضها عشان تحتفظ بالصداقه، ده اهتمام وحب. الزوج والزوجه اللي بيغيروا على بعض بقدر معين، بقدر معين، بقدر معين، ده حب. في كمان الغيرة لما أنا أشوف حد عنده رقي في التعامل، يعني الرقي في التعامل بيتعامل بأسلوب كويس، فأنا بغير منه فبحسن من نفسي، نفسي أكون زيه، نفسي أكون زيه. في غيرة في العمل، حضرتك بتشوف حد متميز في عمله فبتبتدي تبتكر، يكون عندك طموح، تحسن من نفسك عشان توصل ليه. في الغيرة الروحية. الغيرة الروحية حاجة جميلة جدا في حياتنا، ان احنا بنشوف حد عنده فضائل مميزة، عنده حاجات مميزة في حياته، بيعرف يقدم خدمة حلوة، فبنغير منه فبنبتدي نشتغل على نفسنا في اكتساب مهارات معينة واكتساب فضائل اكتر. حتى في مجال الخدمة في الكنيسة، حتى الشباب اللي بيقعدوا بيجوا قبل العيد مثلا يمسحوا السلالم ويروقوا الكنيسة، يعني برضو دي غيرة، ان انا عايز كنيستي تبقى احسن طبعًا. حاجة، ويقول الكتاب غيرة بيتك اكلتني، يعني فده نوع كمان من الغيرة الايجابية. اذا الغيرة مطلوبة لكن بحدود. اكيد. تمام. امتى الغيرة تبقى يعني نقدر نقول كده ومن الغيرة ما قتل، يعني ان هي ممكن تدمر حياتي؟ هي الغيرة قتلت، واول جريمة قتل كانت في الكتاب المقدس، كانت بسبب الغيرة. صحيح. وكانت الغيرة الاخوية. ومن اول عوامل او اول غيرة بيقابلها الانسان في حياته هي الغيرة الاخوية. وده بيخلينا ننبه دايما الاباء والامهات ازاي يتعاملوا مع طفلهم
في وجود احتمالية قدوم طفل تاني، ازاي هيقوه نفسيا؟ لان فعلا الغيرة الاخوية ممكن تؤدي لمشاكل نفسية تفضل مع الطفل وتستمر طول حياته لو احنا ما تعاملناش معها صح. طالما جبت سيرة الاطفال النهاردة، لو انا عندي طفل وربنا اداني طفل تاني، خاصة لو في فرق سنين ما بينهم، بيبقى الطفل الأولاني يعني في يعني مش عارف التعبير ده يبقى مناسب ولا، بيبقى عايز ياكل أخوه، يعني بيبقى متضايق جدا ومهموم جدا إن أخوه جه إزاي ما خلوش يغير هذه الغيرة القاتلة يعني. هي من يعني الغيرة دي سببها إيه؟ سببها هو حب الأب والأم، ده حب تملك أو حب يعني اكتمل بالطفل ده، حاسس إن هو مكتمل بوجود أبوه وأمه، حاسس بأمان. إيه اللي بينزع الأمان منه ويخوفه؟ هو وجود حد تاني هيستحوذ على الحب ده وياخد منه أحقية ليه. فهو بيبتدي يغير، ويبتدي ممكن كمان الطفل نلاحظ انه ممكن يسلك سلوك عدواني. يعني عندنا فيديوهات كتير على اليوتيوب عن طفل مثلا امه بتشيله اخوه الصغير وبيضربه بعد ما الام ما تاخدش بالها. أيوه. ده موجود، وده موجود، واحنا قابلناه كلنا كامهات في الاطفال. طب ازاي اهيئ الطفل بقى؟ التهيئه دي مهمه جدا من اول لحظات الحمل. ان انا ببتدي اقول للطفل ان في اخ قادم. الاخ القادم ده هيبقى اخوك، انت هتتشارك معاه، وابتدي ادي اهتمام. وفي أول مقابلة للطفل دي مهمة جدا إنه إزاي هيقابل أخوه، وإحنا تعلمنا إن إحنا نجيب هدية ونقول إن أخوك جاب لك الهدية دي، ونخليه يتعلم إزاي يشارك معايا في مسؤولية إن هو يهتم ويعتني بالطفل. يعني ممكن أعتمد عليه مثلا، أقول له مثلا ماما تقول له أنا بس رايحة في المطبخ مثلا، هغيب 10 دقايق ولا ربع ساعة، خلي بالك من أخوك مثلا. يعني برضو ده مش في بدايات، لأن برضو هتبقى الغيرة موجودة. لا طبعا، ده هياخد تدريج لغاية لما تبقى متأكدة إن الأم متأكدة إن الطفل ده يقدر أعتمد عليه، يعني ابتدى يتحمل فعلا مسؤولية. لكن أنا ممكن أبتدي بإيه؟ هات لي مثلا البامبرز بتاعه. أيه. هات لي الببرونة، مش عارفة ناولني إيه، بص أخوك بيعمل إيه، يعني أبتدي ألفت نظره لمحبة. لو أخوك عيط قول لي. لو أخوك عيط قول لي. أدي له مهام يعني. بالظبط كده، بسيطة في الأول، وأشوف ردة فعله. لو الطفل فعلا، في أطفال بسرعة بتتقبل، وفي أطفال حنونة جدا على إخواتها. أيوه. ولكن في برضو بعض المشاكل اللي بتكون داخل الطفل، وخصوصا لو الأم مش بتدي نفس الحب والاهتمام هي والأب للطفل الأول. لأن المشكلة بتبقى في الطفل الأول مش التاني ولا التالت. أيوة. يعني المشكلة الأكبر الأول، لأن هو الطفل الأول يعني خد كل الرعاية والحب والاهتمام. فجي طفل تاني فهو بيحس إن هو خلاص هياخد مكان يعني. بالظبط. تمام. طب لو اتنقلنا الموضوع تاني للغيرة وموجودة، وأوقات بتوصل إن هي بتخرب بيوت، تبوظ بيوت، الغيرة بين الزوجين، إزاي نقدر نتعامل معاها؟ ودايما ممكن يعني ما فيش حد نقدر نقول مثلا إيه، الست ممكن تغير أكتر من الراجل، لكن في رجالة بتغير لدرجة إن هي بتصل إلى مرحلة الشك في زوجاتها. إزاي نقدر نتعامل وإزاي ما يبقاش في الغيرة القاتلة دي موجودة؟ الغيرة يعني أغلبيتها يعني وصمة كده للنساء أكتر. أي. يعني الست بتغير على جوزها وبتغير من الستات. اللي خلى الست تدخل في المعركة دي مع نفسها هي المقارنات واللي فرضها عليها المجتمع من بدايتها. أي. من مرحلة المراهقة كده مع تكوينها بتبتدي تحس بقى إيه، مقارنة، أنت تخينة، لا أنت طويلة، أنت رفيعة، أنت مش عارفة عينك شكلها إيه، لونك شكله إيه، المجتمع فرض عليك. فهي عايشة طول الوقت بتقارن نفسها بالستات الآخريات. عشان كده لما بتواجه غيرة مع جوزها، وده موقف غريب وعجيب بنقابله من الست، الست ساعات ما بتقدرش تواجه جوزها أنه بيخونها أو أن في واحدة تاني في حياته، لكن يحصل لها غضب عارم جدا على الست الأخرى، وكأنها قارنت نفسها بها وطلعت تفاصيل دقيقة وحست بصغر النفس. صغر النفس ده هو اللي تعبها، لأنها داخلة في مقارنة طول الوقت، هي بتواجه كل المجتمع بحاجات عندها هي حاسة بيها. الست اللي واثقة في نفسها مش هتغير الغيرة دي، لكن احنا بنقول ان ده حصل. طب التعامل معاه ازاي؟ التعامل معاه ده محتاج وقت. يعني هنقول ازاي نعالج مشاكل الغير. اول حاجة لازم اعالج البداية. دكتور إدلر عالم النفس التحليلي قال حاجة مهمة جدا، ان اهم مشكلة بتواجه الغيرة او بتسبب الغيرة هي صغر النفس. لو أنا على طول بقارن نفسي وعندي صغر نفسي وشايفة نفسي قليلة، مش مقتنعة بذاتي، بقارن نفسي بيني وبين الآخرين، فأنا في جميع الحالات أنا هغير.
اي حد مهما كان بسيط، لاني مش مكتشفه ذاتي. هي زي ما مرحله الغيره ما توصلش لمرحله الشك، اللي هو اول ما تدخل من البيت اقلب موبايلك، ريحه مش عارف هدومك مختلفه، مش عارف ايه، مين كلمك، طب ليه لما جالك تليفون اللي وقفت في البلكونه او وقفت ناحيه الشباك ما ترد، يعني الكلام ده اللي بيحصل. يعني الكلام ده بنقوله لو في هذه الحالة هي برضو وصلت لحالة مرضية. يعني الشك لما يزيد عن حدوده ويبتدي بطريقة ان انا طول الوقت بتجسس، طول الوقت حتى جوزي تحت ميكروسكوب معين على طول ببص عليه، عيني في الموبايل وهو قاعد، وداني معاه وهو بيتكلم، في الرايحة والجاية انا مراقباه، طبعا ده مش شك ومش غير عادية، ده كده وصل لمراحل مرضية. في حاجة يا اما هو، عشان برضو نبقى بندي كل حاجة، كان في مثلا هي عارفه عنه حاجه معينه، او هي شكوكها دي اتبنت على ايه؟ هل هو تصرف معين منه؟ هل هي برضه حاسه ان في حد منافس ليها موجود في حياته؟ ما هو ممكن برضه في بعض الاحيان الرجاله بتتصرف تصرفات تزرع الشك ده في الست. هو مش هيتبني شك لوحده، لو شك لوحده ده شك مرضي، لكن لو انا عندي دلائل واكتشفت ان ده موجود، فالطبيعي ان هو هتحفز كل اسلحتها للدفاع عن هي بتملك هذا الشخص. يعني جوزها هو ملكيه خاصه بالنسبه لها، وده فكره ان انا بص ان حد من الطرفين يبص ان الطرف الثاني ملكيه خاصه ليه، ده فكره خاطئه جدا. طبعا تمام، احنا ما قلناش طب حاجه. طب من الناحيه الثانيه بقى، رجاله اوقات كمان بيغيروا بشكل كبير جدا، يقول لك يعني الراجل الشرقي لازم يغير على مراته ويغير بطبعه، ما تبقاش الغيره اللي هي المقبوله، اللي هو مثلا ما ينفعش تاخر بره، ما ينفع الحاجات اللي هي الاصول اللي احنا تعودنا عليها، لا الغيره اللي هي تصل الى درجه الشك والقتل، اللي هو ما ينفعش انت يبقى معاكي موبايل لوحدك لربما حد غريب يكلمك، اتجسس عليك باستمرار على صفحه الفيسبوك بتاعتك، بتابع الواتساب بتاعك باستمرار، مش عارف الحاجات دي كلها، يعني مرحله الغيره القاتله. زي برضو الزوجه تتعامل معاه، ده في اوقات يعني حالات بتبقى انفصال وحاجات كده كبيره جدا بسبب القصه دي. الغيره يعني لما نبتدي ندخل في المرحله دي، اعتقد ان المرحله دي اكيد هي مرحله مرضيه. يعني ما توصل ان انا طول النهار متراقب، فحتى لو انا صح وماشيه صح جدا جدا وانا في حد بيراقبني، فانا حتى لو عملت حاجه بحسن نيه فهتبقى قدامه صحيح. غلط وشك وغيره، فملهاش حل، دي حاله مرضيه محتاجه علاج نفسي طبعا، محتاجه ارشاد، محتاجه مرشد يتدخل ويحاول يحلها. لاني مهما حاولت ابرر سلوكي وسلوكي كان صح وهو بيشك او بيغير، فانا برضو موضوعه موضع للاتهام. تمام. الغيرة ما بين الزوجين لو ما اتعالجتش ممكن تدمر حياة بأكملها. أكيد بيبقى في حاجات صغيرة كده، يعني تقول له مثلا هي مثلا شكرت البايع على حاجة فبتبتسم، وتبتسمين له ليه أصلا يعني، وتضحكي ليه يعني. خلينا برضو واقعيين إن الزوج الشرقي شوية عنده حاجات سابقة كده، من تجاربه السابقة وعلاقاته السابقة بتبقى دايما مخلياه بيفكر بنفس الطريقة اللي مرت عليه قبل كده. يقول لك كل الرجالة بيفكروا كده. بالظبط كده. طيب. هو ده تفكير العام للرجال يعني. طيب. مش صح طبعا. تمام. طيب. في غيرة في الشغل برضه، يعني في مكان العمل بالتأكيد بيبقى فيه غيرة، لكن في غيرة اللي هي زي ما احنا قلنا في الأول، إن احنا عايزين نتنافس، إن أنا شايفك كويسة عايز أبقى زيك أو أبقى حتى أحسن منك، أو إن أنا حتى عايزة أترقى فبجتهد في شغلي. وفي غيرة تاني بتوصل إلى فكرة الحقد والكراهية والإدعاء بالباطل عشان أشوه صورتك وعشان ما يبقالكيش وجود أصلاً. الغيرة متلازم ليها جدا وراها على طول، يعني مسبب الحسد. 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 يعني الغيرة شبك كده معاها الحسد على طول. فالحسد ده طبعا الحسد شيطان بيخش جوه الإنسان كده، بيخليه بقى يبتدي يفكر بطريقة عدوانية، بيفكر إزاي ينتقم. يعني بدل ما يبقى إيجابي بيبقى شخص سلبي، يعني ممكن ينشر إشاعات عن الشخص ده في العمل، يسوق سمعته مثلا، أو يبتدي يعمل شكاوي فيه مع الناس الأكبر أو المديرين، أو يشكك في حاجات معينة في تصرفاته داخل العمل. فده سلبي بيأثر عليه. ده مش معناه كمان إن أنت حليت مشكلتك، لا، أنت دخلت في إن أنت حطيت الشخص اللي أنت بتغير منه محور حياتك وركزت عليه. هل أنت كده بقيت أحسن؟ لا، أنت بقيت تعبان وممكن يجي لك مشاكل نفسية طبعا، والغيرة ممكن تأثر كمان عضويا على الجسد. يعني يبقى في مشاكل طبعا
في ضغط عصبي ونفسي، في نوبات من الغضب كبيره جدا، في قلق وتوتر، في خوف شديد جدا، انت طول الوقت خايف من الشخص اللي انت بتغير منه لانك حاسس انه احسن منك. Yeah. فبتأثر بقى بالسلب، بتعمل بقى مشاكل طبعا كده مشاكل كبيرة على نفسي وجسدي. طب ازاي الواحد يبقى صريح مع نفسه؟ يعني فكره حد معايا في الشغل مثلا، هو انا فعلا غيران عشان نفسي ابقى زيه فبجتهد، ولا انا غيران غيره قاتله نفسي انسفه من الوجود؟ هل انا فعلا ببص للي قدامي ده ان انا عايز انافسه، ولا انا غيران ان هو لدرجه يعني بتعمل لي مشاكل نفسيه؟ ازاي الانسان يبقى صريح مع نفسه عشان يقدر يتعالج؟ يعني عشان يقدر يتعالج ويبقى صريح مع نفسه لازم يقعد مع نفسه الاول. اول حاجه عشان نعالج كل مشاكل الغيره في حياتنا، نشكر على اللي معانا. نشكر على اللي معانا. طبعا لازم اشكر على كل عطيه ربنا اداهالي. تاني حاجه بقدم محبه، محبه خالصه من قلبي لكل الناس اللي حواليا، اللي بيحب حد بيفرح له، اترقى، بنته اتجوزت، عنده فرح، عنده مناسبه، جات له فلوس، يعني وصل لاي مركز ببقى فرحان له، دي محبه. نمره ثلاثه، الغيره خطيه. خطيه وراها خطايا كتير جدا. يعني خطية تجر مجموعة من الخطايا، ما بين الحسد، ما بين الغضب، الحقد، الكراهية، الشك، كل حاجة، كل ده فلازم نعترف بيها، نواجهها. يعني في ناس كتير بتعترف وتنسى انها تقول انا اصلا انا بغير من فلان، لكن لو بحثت جوه نفسها هتلاقي الغيرة موجود، فلازم نعترف بيها عشان نبتدي ندرب بقى نفسنا. اول حاجة نعالج صغر النفس. طب يتعالج ازاي صغر النفس؟ ابحث بقى جوه نفسي، انا باصص على اللي قدامي ان في مميزات او في مواهب، لكن انا ما اكتشفتش ايه العطيه والنعمه والمميزات والمواهب اللي عندي. يبقى انا اشتغل على نفسي انا، بلاش احط هدفي هو الشخص الاخر ان انا انتقم منه، لا انا بعمل كده بدور الدفه وبحط هدفي على نفسي، ازاي اكتشف الموهبه اللي عندي، ازاي اكتشف انا عندي ايه مميز فيه وابتدي اشتغل عليه عشان اطوره. يبقى انا تميزت فيه، ممكن مميزاتي تكون غير مميزات حضرتك. حضرتك متميز في حاجة، أنا متميزة في حاجة تانية، لو أنا اشتغلت على التميز اللي عندي أنا هنجح وهحقق نجاحات وهحقق أهداف. صحيح. لكن طول ما أنا بصة للتميز اللي عند حضرتك وما بشتغلش على نفسي فأنا بغير وبحسد وطول النهار تعبان وعندي قلق وعندي خوف ومش متصالح مع نفسي. طب ليه فكرة إن إحنا كتير بنبص على اللي في إيدين غيرنا؟ يعني فلانة تقدم لها عريس، جابته منين العريس ده ويتقدم لها ليه؟ ده انا احسن منها اصلا، مش عارف ايه حاجات كده بتحصل بنشوفها. وطبعا انا عايز اقول موضوع الغيره ده، مواقع التواصل الاجتماعي زودت الموضوع لدرجه ان في ناس دلوقتي بقت تحرص ان هي مثلا تسافر ما تنزلش صور، تقول لك ما نزلش صور، لا يبقى عندها عيد ميلاد لا ما نزلش صور عشان الناس بتغير، عشان الناس مش عارف ايه حاجات كده. وفعلا بتشوفي حد بيغير يعني على طول، وفي حد يكتب ده ويعبر كمان عن غيره. فازاي ما يبقاش ازاي فكره ان انا ما بقاش باصص لغيري بصة مش حلوة أو بصة فيها نوع من الكراهية والحقد؟ ما هو أنا بتعامل مع نفسي إزاي وبتعامل مع الناس إزاي؟ لو أنا فعلا ملياني محبة للناس من جوه قلبي حقيقية، مش تصنع، مش اللي احنا بنظهره قدام الناس بالأحضان وبالكوبلات وأهلا وسهلا والكلام ده كله، لا محبة حقيقية هتمنى لكل الناس الحب. صحيح. أتمنى لكل الناس الحب. لكن طول ما أنا بعاني من جوه لا أنا لازم أواجه نفسي. ولو قعدنا كده وعملنا تدريب بسيط مع نفسنا كده، كل واحد كده وغمض عينيه وقعد ولو ثواني، هيكتشف ان فعلا في حد في حياته هو بيغير منه. صحيح. في شخص موجود هو تعبك. صحيح. انت حاول تشيل الشخص ده وتفكر في ذاتك انت. يعني انت موجه كل تفكيرك ناحيه الشخص اللي انت بتغير منه، طب انت كده بتدمر نفسك وما بتتقدمش. لا انا كل تفكيري وطاقتي اوجهها لنفسي. صحيح. ابحث، انمي مهارات، ممكن يكون عندي مهارات كتير انا مش مكتشفها. صحيح. لازم اكتشفها واشتغل عليها. صحيح. وفكره لازم نبص ان احنا يعني لما اللي قدامي ينجح دي حاجه كويسه، يعني لما اكون عارف اللي انا اعرفهم ناس ناجحه وناس متميزه دي حاجه كويسه، دي حاجة تنفعني انا بشكل شخصي، يعني ان انا بقى مبسوط بيهم وفرحان بيهم وافتخر بيهم ويمكن يساعدوني كمان في حاجات. طبعا. ففكره ان احنا نفرح لبعض دي حاجه كويسه وحاجه مميزه وحاجه كمان مريحه للنفس. هي دي المحبه. صحيح. انا بشكرك جدا استاذه جيهان عبد المسيح نخله، مدربه التنميه البشريه، نورتينا وصباح النور. ميرسي ليك. شكرا. الف شكر.
ولسه معاكم ولسه معانا حاجات مهمة وجميلة لسه ما قلناهاش، نقول أكتر ونتكلم أكتر بعد الفاصل.